لو هتسمي حياتك باسم، لو هتسمي روايتك أو مسرحيتك باسم، هيبقى إيه؟ هسمي حياتي هذا من فضل مساء الأنوار، هلا هلا ينهربي يا ليلى، هذا من فضل ربي، هذا من فضل ربي، لأن أنا في حياتي ما كنتش أحلم، ولو حلمت هقوم أقول اللهم اجعله خير. إنه حياتي تتدرج بالشكل ده بفضل الله، وأبقى موجود في عيون الناس بشكل محترم، وده أهم حاجة بالنسبة لي، إن الناس تشوفني إنسان محترم، ده مهم جدا، وأعتقد الناس شايفاني كده بفضل الله. بالإضافة لأن هم الحمد لله يا رب، وده أنا بستشعره في الشارع، في محبة طبيعية ما بيننا، بيستنوا تعليقي، بيحبوه، دي كلها نعم عظيمة جدا طبعا. أنا كنتش أحلم بيها والله العظيم، أقسم بالله، ولا في يوم من الأيام حلمت أن أنا ممكن حد في الشارع يشاور عليها ويعرف، أبدا أبدا. لكن ده حصل منين؟ عند ربنا سبحانه وتعالى. في روايتك هذا من فضل ربي، أيوة، مين الشخصيات الرئيسية اللي كان ليها فضل على مدحت شلبي؟ طبعا طبعا طبعا. قولي ثلاثة كده كان ليهم فضل كبير على مدحت شلبي. ثلاثة، بعد المولى سبحانه وتعالى طبعا، بعد ربنا. نمرة واحد أمي رحمة الله عليها، الله يرحمها، لأن أمي رحمة الله عليها يعني ترملت وإحنا في سن الظهور، إحنا ثلاثة، أنا وكريمان وهاني، هاني دكتور وكريمان الله يرحمها بقى كانت مديرة مدرسة، وأنا التلات أماكن دول عايزين فلوس، وأنا والدي كان راجل مدير تربية وتعليم، معاش محدود جدا، فوالدتي قدرت تتدبر الحياة وتربينا إحنا التلاتة، كلية شرطة بمصاريفها، كلية الطب بمصاريفها، الوحيدة يمكن اللي ما كلفتهاش قوي هي كريمانة كلية بنات، فقدرت تطلعنا وتربينا وتدخلنا كليات ونتخرج ونعيش وتحط فينا أسس. ويمكن دايما الجملة دي يا أستاذة منى بقولها أنا في حياتي كلها، إن أمي الله يرحمها كان ليها جملة مقصورة قالتها لي، قالت لي وانت في عز زهوتك إذا جات لك لحظة زهوة أو قوة لازم تحط في ذهنك في نفس اللحظة إن أنت أضعف واحد، إذا جالك الشعور ده باستمرار هتعدي في الحياة. دي كان كلام أمي الله يرحمها، وهي مش متعلمة بس كان عندها حكمة في الحياة يعني. فدي نمرة واحد. نقول مثلا نمرة اتنين الله يرحمه الكابتن إسماعيل عبد الفتاح، لأن هو اللي اداني الفرصة في إن أنا أخش مبنى التلفزيون، هو اللي عمل مذكرة ورفعها لرئيس التلفزيون وقال إن هذا الوجه أراه صالحا لتقديم البرامج التلفزيونية، وأنا كل ده بتكلم في مجال العمل يعني. نمرة ثلاثة اللي اديتني فرصة إن أنا أبقى معلق، وبالتالي الناس تحبني وترتبط بيا وارتبط بيهم، مدام وفاء فاضل، هذا في مجال الـ 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 العمل يعني. لكن في حياتي بشكل عام طبعا في، لا في حاجات كتير يعني طبعا. المأمور اللي طلب نقل حضرتك من اسم النزهة العقيد نبيل حسن. مين الشخصيات الرئيسية اللي عرقلت مشوارك، اللي وقفت في طريقك؟ اللي وقفت في طريقي كان مسؤول في الإذاعة، حاول ان هو يعني ما يدخلنيش مجال التعليق بشتى الطرق لاني ما مشيتش معاه. حضرتك ما خدمتش مصالحه فبقى بيعترض طريقك. بالظبط كده. وانا زي ما قلت لك يا اما انت واخدني بعملي يا اما ما لوش لازم، او ده حقك ان انت ما تاخدنيش يعني. اعتقد ده واحد من انت قلتي عايزه اتنين. مين كمان؟ مين كمان يا ربي في طريقي؟ والله كانت متسهله قوي قوي يعني، لو ما كانتش متسهله ما كنتش وصلت اللي انا فيه بفضل الله يعني.